لا نخوف الناس من الله حتى في الموت. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ليش حنا بعض الأحيان نحسب القرب من الله مخيف؟ القرب من الله خير وراحة واستقرار. ولذلك أنا أقول للناس مثل ما جاء في الأخبار أن موسى عليه السلام مر على قبر هارون فبكى، فسئل ما الذي يبكيه؟ قال أبكي لفراقه ولأنه في القبر. قال يا موسى لو تعلم ما لطفي بهم في الأرض لما بكيت عليهم، وأنا لطفت بهم، أنا لطيف بهم هم على الأرض ما لهم حول ولا قوة، ألا ألطف بهم هم تحت الأرض لا حول لهم ولا قوة؟ الله كريم، والله أني واثق أن اللي تحت الأرض من الأموات والعاجزين اليوم من يقدرون يقدمون عمل أن الله يلطف بهم أكثر من لطفه بنا سبحانه وتعالى. فلا نخاف من الله، لقاء الله كله خير، لقاء الله خير، في صلاتك خير، في دنياك خير، في موتك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولذلك الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، مو بملك واحد، تنزل الملائكة عشان ايش تقول لهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا ربك يقول لك وانت بتموت ولا تحزنوا، لا يقول له وأبشروا بالجنة، لا تخافوا من الموت ولا تحزنوا على الدنيا اللي انتم تاركينها، وترى نبشركم بالجنة التي كنتم توعدون. بعدين يقول نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حنا مثل ما كنا أولياءكم هنا حافظينكم راح نحفظكم في الآخرة. الله قربه كل خير